وللتعليق على الموضوع ينضم الينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي العراقي الاستاذ نظير كندوري. اهلا ومرحبا بك استاذ نظير. حياكم الله. بدايه ما هي المبررات التي استدعت الى استبدال علي صجري رئيس هيئه النزاهه بثابت العباسي لرئاسه اللجنه، وهل تتوقعون ان لدى العباسي الامكانيه على وقف نزيف المال العام الذي يهدر في بفعل الفساد في العراق؟ يعني حقيقة أنا عندما سمعت يعني خبر تقديم علي الصجري استقالته، وبعد يوم واحد تم استبداله وترشيح شخصية أخرى لتحل محله، يعني تفاجأت كثيرا، لأن هذه اللجان البرلمانية قضوا ربما شهور لتنصيب هيكلية هذه اللجان وتسمية رؤسائها ونوابها. فما هو الشيء الذي وراء الموضوع بحيث بهذه السرعة وهذه العجلة تم يعني استقالة علي الصجري واستبداله بثابت العباسي، إلا إذا كان هناك شيء قد أبرم بالغرف المظلمة. هذا يعود يعني بنا إلى شهر تموز، حينما أعلن علي الصجري في حينها قال بأن هناك مؤامرة تقودها مافيات الفساد لاستبداله هو شخصيا بشخص آخر، وهذه عبارة عن يعني صفقة فاسدة قيمتها ملايين الدولارات لغرض تسهيل عمليات الفساد ويعني ديمومتها. وفي حينها ناشد المرجعية وناشد الشعب العراقي ليقفوا ضد هذه المؤامرة، لأنها إذا حدثت سوف تفتح أبواب الفساد على مصراعيها. ونرى الآن الكلام الذي قاله الآن يتم بحذافيره، ولكن لم يتم إقالته، إنما هو من قام بتقديم استقالته. بمعنى أن هناك احتمالين، إما كان جزء من هذه الصفقة واستلم المبلغ الذي يرضيه، أو أنه تم يعني إجباره على تقديم الاستقالة. وفي حين يعني في استقالته حمل بأنه أن الكتل السياسية هي فاسدة جميعها، وهو يتعرض إلى ضغوطات من هذه. طبعا هو لم يأتي بجديد بهذه التصريحات، نحن نعلم جميعا بأن الكتل السياسية بمجملها هي ضالعة بالفساد. ولكن الشيء الذي يعني نستغرب لمثلها أن يقول هذا التصريح، يحمل الاحتلال برعاية الفاسدين من خلال ماذا؟ من خلال أنه عندما احتل العراق حل مؤسسات الدولة وبنيت على أساس فاسد. يعني أنا أستغرب من كلام هذا الرجل. هذا الرجل علي الصجري هو سياسي منذ 2006 هو بالبرلمان، وفي فترة ما قد تم يعني استلامه لحقيبة وزارية، يعني هو جزء من هذه المنظومة السياسية. بمعنى آخر هو جزء من الفساد الذي موجود في هذا النظام الفاسد، والآن هو يحاول أن يحمل الفساد على الاحتلال وعلى أستاذ نظير. ما يجعل السؤال التالي سؤالا يعني مشروعا في الحقيقة، أنه لا يمكن التصدي لقضية الفساد أو لقضايا الفساد، هكذا قال وزير الصحة وهكذا قال علي الصجري من بعده. في المقابل هناك تغيير ما تحت ادعاء أن هناك محاولة لمحاربة الفساد. هل فعلا توفرت الإرادة الآن لمحاربة الفساد، أم كيف تفسر ذلك بالإضافة إلى ما تفضلتم به؟ طبعا أنت يعني عندما نسمع تصريحات البرلمانيين السياسيين وتقول لهم يعني وتسمع هذه التصريحات وكأنهم ملائكة منزلة من السماء، الجميع هو يود محاربة الفساد، والمواطن على بساطته يستغرب من هو الفاسد إذن، من هو الذي يسرق إذا الجميع هو يريد يحارب الفساد. الحقيقة هذه المحاولة الآن التي تحدث هي يعني خطوة جديدة لتوسيع أبواب الفساد. والمستغرب أكثر أن بلد بهذه المواصفات بهذا الحجم الكبير من الفساد يجب أن ينهار، ولكن مع ذلك هذا النظام قائم. إذن فساد متحكم به يعني. نعم، وأسباب قيام هذا النظام هي أسباب خارجية وليست أسباب ذاتية بداخل هذه المنظومة السياسية. هناك من يدعم هذا النظام للبقاء على هذا المنظومة الفاسدة، البقاء على العراق بهذا الانحطاط الذي هو فيه واستمراريته إلى ما شاء الله. يعني لا يعني أنظر إلى المستقبل كيف سيكون حال العراق في هذا الفساد المستشري. نحن يعني العراق يعني تصل له واردات، يعني فقط في 2018 كانت واردات العراق تتجاوز 87 مليار دولار، بينما
أحد أعضاء اللجنة المالية يقول الآن تجاوز العراق ديون العراق الخارجية 125 مليار دولار، أين تذهب إذن واردات العراق؟ يعني شيء مستغرب أنه كأن هذا الفساد يتشرف في الأرض، يعني والأموال التي تأتي تتشرف في الأرض ولا يستفيد منها المواطن. أنت أشرت أن هذه العملية عملية تغيير رئيس لجنة النزاهة البرلمانية واختيار نائب للرئيس وأيضا مقرر للجنة في يوم واحد أنها خطوة جديدة لتوسيع أبواب الفساد، كيف ذلك؟ نعم، يعني الأخ الكريم، كل السياسيين الموجودين في المنظومة السياسية في العراق جميعهم لا يعني لديهم شعور وطني، ليس لديه يعني غاية لمصلحة شعبه. المنصب لديه هو عبارة عن فرصة للكسب من المال الحرام، هي فرصة لازدياد غناه. وطبعا جميعكم تسمعون عن يعني التسريبات التي تخرج عن بعض السياسيين أملاكهم في أوروبا أو في بعض دول الخليج، هي كلها من أموال العراقيين، من أموال الحرام التي سرقوها من المال العام العراقي. العراق بلد ذو ثروات عظيمة، ليس فقط الثروات المادية المعدنية في البلد، إنما هو لديه ثروات حتى في شعبه، في عقول شعب. لكن هذه كلها طاقات مهدرة بسبب هذه الفساد. أنا أقول إن النظام السياسي هذا والفساد هما متلازمان، وهذه صورة لهذا الفساد، يعني صورة بالضبط منعكسة لفساد النظام السياسي. ولا نستطيع أن نصل في مكافحة الفساد مدى معين إذا كان هذا النظام هو ذاته. لتغيير يعني لمكافحة الفساد يجب تغيير هذه المنظومة السياسية بالكامل. نعم أستاذ نظير، كيف يمكن أن نفسر ما قالته النائبة آلة الطالباني أن الحكومة عاجزة عن تقديم تقارير للبرلمان عن هذا الفساد الموجود في مؤسسات الدولة؟ يعني في كل العالم حتى في الدول المتخلفة يوجد دائما نوع من المرونة في هذا الموضوع، يعني تقارير تقدم وهناك استهداف لبعض الوزراء وكذا وتعديل لسلوكهم، لكن في الحالة العراقية لا يوجد هذا، لماذا؟ في الحالة العراقية ليس فقط هم لا يقدمون تقارير، بل إنهم يتجرؤون على الكذب في إعداد تقاريرهم. يعني قبل فترة تم يعني تقديم تقرير للبرلمان حول الإنجاز الحكومي لطيلة الأشهر الماضية، وكانت نسبة يعني عالية جدا بحدود 80% أنه نسبة الإنجاز، بينما البرلمانيين والذين هم جزء من أيضا من هذا النظام السياسي الفاسد قالوا أن نسبة الإنجاز لا تتجاوز 30% أو أقل، بدليل أنه معناها أن هذا النظام السياسي ليس فقط هو فاسد إنما هو كاذب، يعني يكذب على الشعب، يكذب على النواب، ويحاول أن يمرر هذا الفساد بطريقة قانونية. أنا أقول يعني هذا النظام السياسي كيف ترجو منه أن يخرج تقارير للشعب وللبرلمان هي تقارير حقيقية عن إنجازه أو أداءه خلال الأشهر الماضية؟ بالتأكيد سوف لن تكون تقارير حقيقية، وإلا فإن سوف يفتضح أمام الشعب وأمام الرأي العام. لذلك هو يحاول إما أن يماطل في إعداد التقارير ويسوف مطالبات البرلمانيين، أو يعتمد على الكذب في تصوير حالة يعني برتقالية يعني أرجوانية عن الوضع العراقي، لكن نحن نعلم جميعا ما هو الحال المأساوي الذي يعيشه المواطن العراقي. جميع رؤساء الحكومات الذين قدموا إلى العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم، ولنقول منذ عام 2005 حتى اليوم، أشاروا إلى الفساد ووعدوا الشعب العراقي بمحاربة الفساد، وأيضا البرلمانيين دائما يقولون أن هنالك فساد مستشري ومافيات الفساد، الاسم الجديد الذي عرفه العراقيين، لكن ما هو الدور الذي تلعبه الكتل السياسية في تفشي هذا الفساد؟ أخي الكريم، الشيء الذي يعني أنا استغرب كيف هم يضعون أعينهم بأعين الشعب، يعني هناك بعض الكتل صعدت على أكتاف الشعب باسم محاربة الفساد، وأنا لا أخشى من تسميتها. يعني أنا أذكر التيار الصدري، التيار الصدري جمع شعبيته باسم محاربة الفساد وباسم تغيير العملية السياسية، كون أنه يريد يحارب الفساد. مقتدى الصدر قبل أيام قال انتظروا التغيير بعد ساعات أو بعد أيام، وكأنما تهديد نهائي للأداء الحكومي الفاسد. لكن لم يلبث أن ذهب إلى إيران لبضعة أيام ليعود اليوم ويعقد خارطة الطريق مع من
كان يصور لنا بأنه غريمة مع هادي العامري ويرسمون خارطة الطريق لتصحيح المسار الحكومي ويعني حل المشاكل. هذا ضحك على الشعب، هذا ضحك على ذقون الشعب. يعني أنا أريد فقط أن أتصور من يتبع التيار الصدري أو يتبع غيره والذين يتاجرون يعني يعني حقوق الشعب العراقي ويقولون نحن نحارب الفساد وهم جزء من هذا الفساد. نعم. وهذه الأدلة تدل على هذا الشيء. بالمناسبة يوجد في العراق مجلس اسمه مجلس مكافحة الفساد، وهذا المجلس قال مؤخرا أن 300 مليار دولار أهدرت على مشاريع وهمية في 6 سنوات، هذا طبعا مبلغ كوكبي. كيف يمكن أن تتغير ظروف الناس وحياة العراقيين لو أنفقت هذه المبالغ أو جزء من هذه المبالغ على عموم العراقيين؟ أنا فقط أقول لك هذا المبلغ ربما يكون ميزانية ليس دولة واحدة إنما لعدة دول، لكن مع ذلك في العراق تذهب هذه المليارات هباء ولا نرى أي تأثير حقيقي على حياة المواطن. يعني أنا أقول لك فقط في وزارة الداخلية في الشهر الماضي، أنا ذكرت اليوم 410 حالة فساد فقط خلال شهر في وزارة الداخلية، وهذا تقريبا من يعني خرج من المفتش العام للوزارة اللي عين يعني قبل فترة وزير رئيس الوزراء. هذا يعني هي منظومة الفساد تكشف الفساد. يعني تخيل وزارة 410 حالة فساد خلال شهر واحد، فتخيل خلال سنة كم، وخلال من 2003 ولحد الآن كم. يعني نحن نعيش حقيقة هدر لطاقات البلد، هدر لثروات البلد، وربما سنواجه يعني حقيقة يعني مصير للشعب العراقي مصير مأساوي. أنا فقط أقول يعني إلى متى هذا الشعب العراقي يبقى أن يعيش في هذا الظلم الذي هو فيه؟ يجب أن يكون له كلمة ويحاول أن ينتزع حقوقه بيده. هذا هو المؤمل من الشعب العراقي. الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ ناظر الكندوري، كنت معنا في استوديو رافدين، شكرا جزيلا لك.